محمد أركون بمناسبة الاحتفائية باليوم الوطني للفلسفة. طبعا بالنسبة إلى موضوع مداخلتي هو العلمنة في فكر محمد أركون في إطار أو في سياق إشكالية طبيعة العلاقة بين الدين والسلطة في المجتمع خاصة في المجتمعات العربية والإسلامية. لماذا انتقيت هذا الموضوع بالضبط على الرغم من تعدد المحاور المقترحة في هذا الملتقى؟ نظرا لخصوصية هذا الموضوع، الذي يبدو أنه اتخذ طابعا إيديولوجيا أكثر مما هو علمي. حاولت طبعا في هذا الموضوع أن أنطلق من إشكالية فلسفية تتمحور في الصراع الفكري الموجود بين اتجاهات الفكر العربي الحديث والمعاصر في موضوع العلمانية، بين التيارات السلفية والإصلاحية التي ترى ضرورة عدم الفصل بين ما هو سياسي وما هو ديني من جهة، بمقابل التيارات العلمانية التي رأت ضرورة الفصل بين الدين والسلطة لتحقيق النهضة بهذه المجتمعات. يبدو أن هذا الطرح الفلسفي في نظري اتخذ طابعا إيديولوجيا طابعا سياسيا، كرس التخلف بدلا من تحقيق النهضة بهذه المجتمعات. في هذا الإطار وأنا أقيم تجربة العلمانية منذ عصر النهضة العربية إلى المرحلة المعاصرة، يبدو أن هذا الطرح المزدوج لم يحل إشكالية النهضة، وهذا ما انتبه إليه محمد أركون. لذلك حاول هذا المفكر الجزائري المعاصر أن يؤسس تصورا جديدا للعلمانية بمفهوم العلمنة، حاول أن يقدم طرحا علميا طرحا إبستيمولوجيا. طبعا هل الأمر كذلك؟ هذا ما سيتضح لي في أواخر هذه المداخلة. في هذا السياق انطلقت من إشكالية فلسفية، طبعا من إشكالية فلسفية حاولت من خلالها أن أجيب عن مجموعة من التساؤلات الفرعية، منها على سبيل المثال: ما طبيعة التناول الأركوني لمسألة العلمنة؟ ما هو الجديد الذي قدمه لتصور العلمنة مقارنة بتيارات الفكر العربي الحديث والمعاصر؟ وهل فعلا ما قدمه محمد أركون هو طرح علمي، طرح إبستيمولوجي كما ادعى في بعض كتاباته؟ لحل هذه الإشكالية، على كل حال الإشكالية الفلسفية التي اتخذت طابعا دينيا طابعا سياسيا، حاولت أن أحل هذه الإشكالية ببعض العناصر التي ارتأيتها ضرورية، على الرغم من حضور عناصر أخرى كانت أقل أهمية. منها على سبيل المثال كما حددتها في هذه العناصر، منها على سبيل المثال انطلاقتي كانت من مقاربة أركون لمفهوم العلمنة من خلال موقفه من العلمنة. أيضا حاولت في هذا السياق أن أحدد كيف قرأ محمد أركون هذا الموضوع السياسي، هذا الموضوع الديني، قراءة أنثروبولوجية، وهو يطبق مناهج العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية في دراسته لهذا الموضوع. أيضا توقفت عند عناصر ارتأيتها ضرورية من خلال تحديده لأنواع العلمانية، سواء بالنظر إلى العلمانية النضالية الإيديولوجية أم بالنظر إلى العلمانية المنفتحة كحل بديل للطرح الأركوني. طبعا أيضا في هذا السياق لا يمكن الحديث عن العلمنة في تصور أركون من دون تحديد لأسسها، منها الحداثة الديمقراطية وحقوق الإنسان. لذلك توقفت عند هذه العناصر التي ارتأيتها عناصر جوهرية لحل إشكالية العلمنة في فكر محمد أركون. وفي الأخير يعني توقفت عند عنصر ضروري، وهو لماذا وكيف تكون هذه العلمنة ضرورية حل إشكالية النهضة في العالم العربي والإسلامي. بداية فيما يخص التحليل، انطلقت من ماهية هذه العلمنة عند أركون. في هذه النقطة بالضبط حاولت أن
أمحور الحل الذي قدمه محمد أركون من خلال قراءته الأنثروبولوجية لحضور العلمانية، سواء بالنظر إلى المجتمعات الغربية أم بالنظر إلى المجتمعات العربية والإسلامية، على اعتبار كما أشار أستاذ كيحل قبل قليل أن خطاب أركون كان موجها لهذين الواقعين. في هذا السياق وفي هذه النقطة بالضبط توقفت عند حضور العلمانية في المجتمعات الغربية كما تصورها أركون، بدءا من محاولة الفصل بين الدين والعلم، الدين والفكر في مرحلة القرون الوسطى، وكيف امتدت هذا الموضوع أو امتدت هذه الظاهرة إلى المرحلة الغربية المعاصرة. ايضا في هذه النقطه حاولت ان اقف يعني بشكل تفصيلي عند حضور العلمانيه في المجتمعات العربيه والاسلاميه، وكيف حللها أركون الذي انتقد العقل الاسلامي في هذا الموضوع الحساس، في هذا الموضوع الذي مثل موضوعا لا مفكر فيه في من تراثنا وفي تراثنا. في هذا العنصر بالضبط حاولت ان اسس لموضوع العلمانيه ك محاولة الفصل بين ما هو سياسي وما هو ديني. هذه المحاولة المنهجية والأنثروبولوجية كانت حاضرة، مثلما كانت حاضرة في المجتمعات الغربية كانت أيضا حاضرة في المجتمعات الإسلامية، وبها يبرر وبرر أركون أن موضوع الخلافة الإسلامية كان موضوعا دنيويا ولم يكن موضوعا دينيا. هنا أيضا في هذه النقطة خاصة قارنت بين موقف علي عبد الرازق من موضوع الخلافة الإسلامية مقارنة بموقف محمد أركون، وتوصلت إلى النتيجة أن الطرح العلماني في الخطابات العربية في مرحلة العشرينات هذا الطرح في الحقيقة كان طرحا إيديولوجيا ولم يرقى إلى المستوى العلمي، ولكن أركون في هذه المسألة حاول أن يقدم لنا طرحا علميا، طرحا إبستيمولوجيا للعلمنة. هنا تساءلت ما هو هذا الموضوع الجديد، وهل فعلا ارتقى هذا الموضوع إلى المستوى العلمي والمستوى الإبستيمولوجي. طبعا يمكن أن في هذا الإطار يمكن أن أقف عند عنصر مهم جدا، وهو وله ارتباط مباشر بنوعين من العلمانية عند أركون، وهما العلمانية النضالية والعلمانية العلمنة المنفتحة. بالنسبة إلى العلمانية النضالية، هذا النوع من العلمانية هو نوع إيديولوجي وقد كان حاضرا في التجربة العربية والإسلامية ولم يحقق النهضة إلى المرحلة المعاصرة، والدليل أمامنا مع دول العالم العربي ما بعد مرحلة الاستقلال إلى اليوم. أيضا هذا النوع من العلمانية لم يحقق النهضة ببعض المجتمعات، منها على سبيل المجتمع التركي، وفي هذا السياق ينتقل محمد أركون حضور العلمانية بالمجتمع التركي على اعتبار أن العلمانية لم تمس خصوصية المجتمع التركي، الخصوصية العقائدية، الخصوصية اللغوية والخصوصية الدينية. في هذا السياق يدعو أركون إلى أن تكون العلمنة ذات توجه داخلي في خصوصية المجتمعات، وحتى العلمانية النضالية التي كانت حاضرة بالمجتمع الفرنسي والتي ينتقدها محمد أركون، أيضا هذه العلمانية هي علمانية إيديولوجية لأنها لم تهتم بالبعد الديني من الإنسان. تجاوزا لهذا الطرح الإيديولوجي والطرح السياسي للعلمانية، حاول محمد أركون أن يقدم لنا طرحا جديدا للعلمانية بمصطلح العلمنة بشكل أدق. هذا التصور يحدد له أسسا، منها على سبيل المثال الديمقراطية، الحداثة، وحقوق الإنسان. لماذا هذه الثلاثية؟ لأنه في نظري أن هذه الأسس كانت شروط ضرورية لتحقيق العلمانية بالمجتمعات العربية والإسلامية التي تغيب فيها الديمقراطية، تغيب فيها حقوق الإنسان، وتغيب فيها الحرية. فهي دعوة من طرف محمد أركون لتكريس العلمنة في بيئة عربية وإسلامية. في هذا السياق توقفت عند بعض الانتقادات
في الأخير يعني لموضوع العلمنة عند محمد أركون وهو الأساس في نظري، وطرح مجموعة من التساؤلات، منها على سبيل المثال أقف عند بعضها، منها على سبيل المثال وأهم نقطة يعني ضرورية، إذا كان محمد أركون يهدف من تحديده لمفهوم العلمانية هو رفعه إلى مستوى نظرية في المعرفة، النظرية في المعرفة ترتبط بالعقلنة بالحداثة بالديمقراطية بالحرية وبحقوق الإنسان، فعلى أي أساس يتم طرحنا سؤال، فعلى أي أساس يتم تحويل مفهوم سياسي إلى مفهوم معرفي مفهوم إبستيمولوجي؟ يبدو أن المسألة تحتاج إلى ضبط علمي أكثر مما طرحه محمد أركون نظرا لخصوصية هذه المجتمعات. التساؤل الثاني يعني الذي أثار اهتمامي هو كيف هو بالنسبة إلى أركون من جهة ينتقد هذه العلمانية النضالية في المجتمعات الفرنسية ويحاول من جهة ثانية تطبيقها في المجتمعات العربية والإسلامية، كيف يتسنى له ذلك في حين أن هذه المجتمعات لها خصوصيات لغوية، خصوصيات عقائدية وخصوصيات ثقافية؟ يبدو أن المسألة حتى وإن كانت حلا نظريا في نظره لرفع هذه الصراعات السياسية والصراعات العقائدية والصراعات اللغوية ويدعو من خلالها إلى التحاور إلى الحوار بين الأديان، إلى الأنسنة التي يجب أن نؤصلها في بيئة عربية إسلامية، أنا في نظري مسألة حساسة، خاصة أن موضوع العلمانية هو موضوع في سياق إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة أو المجتمع. طبعا هذه النقاط يعني التي رأيتها يعني ضرورية بالنسبة إلى الموضوع، موضوع العلمانة في فكر محمد أركون، وأعيد الكلمة إلى السيد رئيس الجلسة، تفضل أستاذ. شكرا للأستاذة على هذه المداخلة القيمة. أحاول أن ألخص بدون أن أدخل في الديتاي، سنتخي دون الديتاي. فكر محمد أركون تطرقت إلى مصطلح مهم في فكر محمد أركون هو العلمانية.